أيضا الشقيقة وزارة الداخلية وكذلك كل الجهات الأخرى الحكومية التي تقوم بتقديم المساعدة من خلال التنظيم لسير العملية الانتخابية وهذا العرس الديمقراطي الذي تعيشه دولة الكويت لعام 2016 في منذ انطلاقتنا في الصباح الباكر. شكرا جزيلا لكل الزملاء المتواجدين في الدوائر الانتخابية الخمس. قبل أن ننتقل إلى الدوائر الانتخابية الخمس والاستعراض الذي قدمه لنا الزملاء هناك، كنت قد سألت أستاذ التاريخ في جامعة دولة الكويت الدكتور حمد القحطاني بأن الدستور هو السور الذي نحتمي به ونتكئ عليه وتسير البلاد وفق هذا الدستور، وهذا ما يميزنا يعني في بلدنا من هذه الأجواء الديمقراطية التي نعيشها. ولكن هل يعتقد أستاذ التاريخ ودكتور حمد القحطاني والمواطن حمد القحطاني، وهذا السؤال يجب أن تجيب عليه بإجابتين مختلفتين لربما أو تكون متشابهة، كمواطن وكدكتور، هل تعتقد بأن الدستور يحتاج إلى مراجعة، إلى تعديل، إلى تطوير، وخاصة بأنه سنوات منذ انطلاقته عندما وقع عليه بهذا التوقيع السامي رحمة الله عليه الشيخ عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه، وانطلاقة هذا الدستور وهذه العملية الديمقراطية بعد مرور هذه السنوات كيف تراه؟ أنا بجاوب عليك يعني كمواطن وبجاوب عليك كواقع حقيقة. أنا كمواطن في الحقيقة يعني شخصيا وأعتقد كثير من المواطنين يعني لا أرغب في أن يكون هناك في تغيير في مواد الدستور، يعني مواد واضحة ومهمة وجدا، ولكن الواقع نتكلم عن الواقع، الواقع قد يكون هناك في تغيير. وفعلا شكلت لجنة في عام 1981 في عهد الشيخ جابر الحمد الله يرحمه لتغيير، ولكن على فكرة ترى تغيير مواد الدستور من أصعب الأمور التي يعني الإجراءات صعبة جدا، لأن الإجراءات لابد أن يكون أول شيء طبعا لابد شكل لجنة بقانون ومرسوم يعني هذه وحدة نقطة، خاصة أن المواد تعتبر مواد مفصلية دقيقة جدا دقيقة أن اختاروها 1960 منهم حضرتها 1960 ميلاد يعني دقيقة، وكأنها تشكل أعمدة لبناء عندما تقوم بإزالة هذا العمود لربما يعني يهتز هذا البناء. نعم تكون فبالنسبة للتغيير تغيير إجراءاته صعبة، إصلاح مرسوم هذا واحد. النقطة الأخرى لا بد من موافقة ثلثين أعضاء مجلس الأمة ولا بد من موافقة الأمير، هذه يعني الشعب وطبعا السلطة. حتى لو صار في تغيير يعني أنا يعني لا بد من إصدار قانون أو مرسوم يبين كيفية التغيير، ما هي الأشياء بغيرها. يعني أنا أتمنى لو فكرنا المواد الموجودة حاليا ما تغير. دكتور عفوا بصفتك أستاذ التاريخ يعني حتى يفهم السادة المشاهدين بأن المواد لا يوجد تحت المادة تفاصيل أخرى مثلا كلوائح ونقاط في لائحة تفسيرية موجودة فقط. لائحة تفسيرية. تفسيرية هذه منفصلة أن كل لأن لما يصير في لما يصير قانون أو مرسوم أو يصير في اختلاف هذا صار من يحكم هو المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية. لأن اللائحة الداخلية التفسيرية المواد الدستورية وتقول لك المادة كذا وكذا وصير كذا ممكن يصير كذا وصير يعني يعطيك تفسير شوي، لأن هي مواد عبارة عن لا بعضها تعدى مثلا أحد المواد مثلا اللغة العربية هي لغة الدولة خلص. جميل، إذا رأيك كمواطن قلت أنا مع عدم المساس لهذا الدستور لأن هذا الدستور هو بمثابة السور الحصين، ولكن ليش؟ لكن الواقع أنا ليش كمواد؟ ليش؟ لأن هذا المواد لما اختيرت تنفع لكل عصر في الحقيقة يعني، ولكن ممكن أن تتغير، ولكن لحريات وبضوابط محددة بقانون أو مرسوم. جميل. والنقطة الأخرى يعني أنا أرى هذه المواد لا تتغير الموجودة حاليا، أضيف عليها ممكن وفعلا في مثلا الدستور الأمريكي تغيرت بالمرة. ما رأيك في النقطة بأن مثلا في السابق عندما وضعت كانت مثلا تقول مثلا من يستطيع أن يقرأ ويكتب ووصل إلى سن 30، ألا تعتقد بأن الزمن الآن يحتاج منا أن من يدخل إلى الانتخابات أن يكون ذو خبرة أعلى بشهادة علمية أكبر بحيث أن نختار مثلا أفضل ممثلي الأمة؟ طب هذا الشيء اللي أقول لك واقع، هذا اللي أقول لك في الواقع ممكن المادة يعني إذا صار فيه أن يكون يعني، ولكن هذا الخيار متروك للشعب بإمكانه أن يختار مثلا يعني لابد أن يرضى مجلس الأمة، لابد أن يكون هناك فيه وبعدين يعني أن يقرأ ويكتب هذا الحد الأدنى،
ولكن لما وضع 1962 في أن يقرأ ويكتب، لأن في الفترة هذه قبل 53 سنة كان هناك الأمية يعني منتشرة، وكان الناس يا الله يعني يفتح الخط أو يقرأ، فوضع بناء على الفكر. ولكن لما لو نحطه الآن ممكن نقول يجب أن يحصل أقل شيء على شهادة جامعية. جميل. يعني شيء يعني يعني الواقع يعني رأي الدكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ في جامعة دولة الكويت بأنه مع تحصين الدستور ومع ثباته بمواد لأنه يرى أنه صالح لكل زمان. طبعا ولكن الواقع قد يحدث مثلا يقد أكتب قد، ولكن لا تتغير المواد هذه، لا تتغير، تضيف عليه ممكن تضيف عليه، ولكن لأنها مواد وضعت في فترة من الفترات لها رجال لها أهداف لها كذا لها مواضيع واتعبوا عليها، ومثل ما نقول أصبح هناك فيما يسمى بالعصف الذهني، يعني عصف ناحية ذهنية لإخراج هذه المواد في كل زمان ومكان. كونك أستاذ التاريخ في جامعة دولة الكويت، فبالتالي لا شك أنك تعشق التاريخ، وعشقك للتاريخ يوصلك أنك تعشق حتى الصور القديمة، فبالتالي تحتفظ دائما بين طيات الكتب والمكتبة لديك في البيت الكثير من الصور التي تحمل صورا وقراءات وتاريخ لانطلاقة ونشأة مجلس الأمة. هذا يدعوني بأن أصطحبك مع السادة المشاهدين إلى تقرير عده لنا الزملاء عن بداية الحياة النيابية وانطلاقها بالمجلس الأصلي، بالمبنى الأصلي اللي هو المجلس، وكانه الآن اللي هو المجلس البلدي. فهذه السنوات الطويلة ما بين أروقة هذا المبنى الذي شهدت قاعاته أحداث ونقاشات تاريخية، قبل أن ننتقل إلى أو ينتقل النواب إلى المبنى الجديد وهو مبنى مجلس الأمة الحالي اللي هو على شارع الخليج العربي الذي تم تصميمه بشكل بديع، وأضيف له أيضا مبنى جديد وهو مبنى النواب الجديد لهذا العام. نشاهد هذا التقرير ونستمتع بهذه اللقطات الجميلة.